أهلا وسهلا بكم مشاهدينا مرة أخرى. ويعني مثل ما شفنا هذه المهن الشعبية التراثية التقليدية القديمة المتوارثة بين الأباء والأجداد واللي بتعكس تاريخنا وتراثنا وهويتنا الوطنية، فتحية لكل شخص بيحافظ على هذه الموروثات التراثية. والآن إلى مسك الختام لحلقتنا لهذا اليوم من خلال برنامج يوم جديد والحديث عن مسابقة طلبة الجامعات الأردنية الريادية لعام 2023 ضمن فعاليات الأسبوع العالمي للريادة في دورته 15. وبتنظيم هذه المسابقة كانت بتنظيم من مركز الملكة رانيا للريادة في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا بمشاركة 18 جامعة أردنية. اليوم راح يكون معنا الدكتورة علا طعاني، وهي رئيسة قسم الحاضنات والابتكار والتدريب في مركز الريادة والابتكار، وهي أستاذ مساعد في قسم هندسة الحاسوب في جامعة اليرموك، وحصول الجامعة على المركز الثاني في هذه المسابقة. أهلا وسهلا فيك ستي، يعطيك ألف عافية ألف مبروك. الله يبارك فيك. أول شيء صباح الخير عليك وصباح الخير على جميع المشاهدين، سعيد جدا بوجودي معكم هون. أهلا وسهلا. اليوم قاعدين بنحكي ستي عن الريادة، عن حاضنات الابتكار وريادة الأعمال وأهمية هذا الأمر لشبابنا ولمستقبل الأعمال. خلينا نبلش حديثنا بالبداية عن الأسبوع العالمي للريادة. نعم، الأسبوع العالمي للريادة هو عبارة عن مبادرة عالمية هدفها هو نشر ثقافة ريادة الأعمال في العالم. طبعا هي بلشت من 2008، ومنذ 2008 إلى الآن هنالك أكثر من 10 ملايين شخص مشارك في هذه المبادرة في أكثر من 100 دولة. الأردن ولله الحمد إحدى هذه الدول من 2009 وهي تشارك، ومركز الملكة رانيا للريادة هي المنظمة اللي تستضيف فعاليات هذا الأسبوع. جميل. هلا احنا قاعدين نحكي عن أهمية هذا المشروع لشبابنا، لجامعاتنا، وجوده بالجامعات، وجود شباب طموحين عندهم ريادة أعمال، توفير هذه الأمور، حاضنات الابتكار والاختراع لشبابنا، وتوفير هذه البيئة كاملة. يتمثل ذلك ستي بوجود هذا المركز، مركز ريادة والابتكار. نعم، مركز الريادة والابتكار في جامعة اليرموك يهدف إلى نشر ثقافة الريادة والابتكار بين طلبة الجامعة. طبعا رؤية الجامعة ورؤية المركز بالتركيز على الطلبة بهذا الخصوص، بحيث أنه ننشئ جيل واعي، جيل إحنا جيل الجيل الحالي موجود، الأفكار موجودة، ولكن هم بحاجة إلى التوجيه، بحاجة إلى الدعم، بحاجة إلى الاستشارة، بحيث يستطيعون خلينا نحكي خلق فرصهم بإيديهم. جميل. نعم، طبعا مركز الريادة والابتكار في هنالك برنامجين رئيسيين، هما برنامج احتضان الأفكار الريادية والابتكارية وبرنامج التدريب. قد ايه ستي بيكون في دور لهذا المركز ليكون متواصل مع المجتمع المحلي؟ اكيد في اكيد مدينة إربد خصوصا. احنا بالنهايه هدفنا هو خدمه الطلاب والجامعه، ورؤيه الجامعه بالخصوص بهذا الموضوع انه نحاول انه ننشر ثقافه رياده الاعمال بين طلبه الجامعه، بحيث نستطيع تحويل افكارهم الى مشاريع تخدم والى المجتمع. شركات ناشئه تهدف المجتمع بالنهايه بالتاكيد. جميل. ستي خبرينا عن اهم البرامج، المشاريع، الدورات التدريبية، ورش العمل اللي قمتوا فيها كمركز لخدمة المجتمع المحلي أيضا زي ما تحدثت قبل قليل، وأيضا خدمة الطلبة بالجامعة. نعم، هلأ ريادة الأعمال يمكن يكون جوا كل واحد فينا رائد أعمال، بس هو مش عارف عن حاله. صحيح. فإحنا بنحاول قدر الإمكان نركز على الجوانب الأكاديمية والعلمية والتقنية، بحيث أن الطالب اللي عنده فكرة يستطيع أنه ينفذها، وبنفس الوقت بنحاول نأهلهم بالبرامج اللي بتركز على كيفية إنشاء المشاريع، كيفية إقامة النموذج العملي الأولي، طريقة عرض المشاريع والتعبير عنها. فهي تنقسم إلى جزئين، جزء ما يخص الأكاديمية والأمور العلمية والتقنية، والجزء ما يخص ريادة الأعمال. نعم. أدي أنتو طبعا جامعة اليرموك غنية عن تعريفها بيت علم أكاديمي كتير الحمد مهم لله. على مستوى المنطقة، أدي أكاديميين الجامعة، الأساتذة الجامعة، العلماء فيها من كل التخصصات، يعني عم بيكونوا منخرطين في هذا المركز بشكل أو بآخر؟ هو أنا دائما بحكي هي عملية تكاملية، يعني لولا ما إحنا عنا طلاب مميزين، لولا ما عنا إحنا عنا كادر أكاديمي مميز وإدارة
تحتضن هاي تحتضنهم جميعا ما بيطلع من اليرموك. سنة 2023 كانت سنة خير على اليرموك، حققنا فيها إنجازات أنا فخورة شخصيا فيها، لأنه أنا يعني مستفيدة على الجهتين. مثل شو؟ قولي لنا عن الإنجازات. 23 أنا عضو هيئة التدريس في قسم هندسة الحاسوب، بالتالي الفريق الفائز هم طلابنا. نعم، طلابنا من كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية. وبرضه الفوز هو فوز للريادة، بكوني أنا رئيسة قسم حاضنات مركز. في مركز الريادة والابتكار. إن شاء الله يعطيكم العافية. إن شاء الله ال 24 كمان إن شاء الله. شوفي على فكرة الفكرة إحنا السنة الماضية كنا المركز الثالث في هاي المسابقة، هاي السنة الثانية، والسنة 2024 إن شاء الله هي على مستوى العالم. لا، هي على مستوى طلبة الجامعات الأردنية. الجامعات الأردنية. نعم. وإن شاء الله كمان على العالم يعني. إن شاء الله نتمنى. إن شاء الله. أكيد. سهل والله. أكيد. نعم. طيب هلا ست، إحنا اليوم قاعدين نحكي عن مسابقة طلبة الجامعات الأردنية للريادة عام 2023. 18 جامعة مشاركة. صحيح. يعني مشاركة عدد كبير من شبابنا المميزين الطموحين، كل واحد من جامعته. نحكي أكثر عن هذه المسابقة، الهدف منها، يعني عارفين على المنافسة اللي كانت داخل المسابقة أيضا. نعم، هلا ضمن فعاليات الأسبوع العالمي للريادة، زي ما حكيت لك، الملكة رانيا للريادة يستضيف هذه الفعاليات. كانت بالشراكة مع أكثر من 90 منظمة. ما شاء الله. وتم هنالك تنظيم أكثر من 600 فعالية على مختلف مستويات أو محافظات المملكة. إحدى هذه الفعاليات هي المسابقة أو جائزة الملكة رانيا للريادة، فهي تهدف إلى تحفيز طلبة الجامعات على بوجه الخصوص على توليد الأفكار وتنفيذ أفكارهم الريادية، thinking out of the box، تفكير خارج الصندوق، أفكار غير تقليدية وتطبيقها على أرض الواقع وتحويلها إلى مشاريع ناشئة. هي تتم على مستوى الجامعات، ففي 18 جامعة مشاركة. كانت اليرموك الحمد لله إحدى هذه الجامعات. في الجامعة نفسها تم استقبال أكثر من 25 طلب من طلاب جامعة اليرموك. تم تقديم ورش تدريبية خاصة لتأهيل الطلاب وتعريفهم على كيفية إدارة المشاريع، يعني هو الطالب بالنهاية مش مطلوب منه إلا فكرة. صحيح. فهل هذه الفكرة ترقى إلى مستوى أنها تتحول إلى شركة ناشئة وإلى مشروع يطبق على أرض الواقع؟ هذا دورنا هون، توجيههم وتدريبهم وتأهيلهم بحيث أنه يكونوا جاهزين لحتى أنهم ينافسوا سواء محليا أو عالميا. حتى أعتقد كل هالخطوات اللي عم تشتغلوا فيها قدام طلابكم هي نفس هالمهارات اللي رح يكتسبوها لقدام، اللي لو عرض عليهم فكرة، لو أكيد. هم ما كنتوش أنتم موجودين جنبهم أكيد. كيف يقدروا يطوروا هاي الأفكار بمفردهم يعني. صحيح، أنا بحكي لها هي عملية خلق الفرص وليس استغلال الفرص. يعني صح. الطالب أنه يخلق فرصته بإيده من فكرة تتولد عنده خلال مسيرته الجامعية، يحاول أنه يركز على هاي الأنشطة منهجية والتطوعية بحيث أنه يقدر يخلق لنفسه فرصة في النهاية وفرصة عمل. بالنسبة للمسابقة بحكي لك، بعد ما تم تأهيل فريقين من جامعة اليرموك تنافسوا على مستوى الجامعات، تم فوز فريق الحمد لله إيفيكيت بالمركز الثاني. جميل، عارفين أكثر على الفريق أو مجموعة الشباب، شو المشروع اللي قدموه وشو شعورهم بعد حصولهم أيضا على المركز الثاني على مستوى المملكة؟ أكيد، الفريق إيفيكيت هو فريق من طلبة كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية، يضم كل من الطالبة فرح زبيدي، هي طالبة هندسة نظم طبية وحيوية، والطالب رشيد سميرات من هندسة القوى الكهربائية. فكرة مشروعهم قائمة على توفير كت تعليمي يقوم بتطبيق الدوائر الكهربائية والتكنولوجية البسيطة والمعقدة. يعني مشروعهم ينقسم إلى جزئين، جزء عملي يعني هم بيصنعوا الأدوات بنفسهم. نعم، وبنفس الوقت بيستخدموا الأوغمنتد رياليتي اللي هي التكنولوجي الواقع الافتراضي الواقع المعزز، بحيث انه تتم العمليه التعليميه بشكل تفاعلي. باستخدام الاوجمنتد رياليتي يتم اشراك المتعلم بحيث انه يستطيع تفعيل الحواس، يتعلم الدواء الكهربائيه. يعني ممكن احنا نعرف هلا الجيل هلا حاليا كلياته على الايباد والتليفون. صحيح. فاذا بنقدر انه نستفيد
من جلوسهم لفترات طويلة على الآيباد بحيث أنهم يقدروا يطبقوا دائرة كهربائية. لو مثلا نفرض طالب بالصف الرابع، الدائرة الكهربائية البسيطة اللي تتكون من مصباح وبطارية، لما يشوفها باستخدام الأوغمنتد رياليتي هو بيقدر إنه يوصلها وبيقدر إنه يشتغل عليها، فبالتالي بتصير العملية تفاعلية ويستخدم جميع الحواس. برافو. يعني أنا بعتقد إنه هاي المشاريع من الأشياء اللي بتخلينا نحس إنه الطلاب معنيين بحل مشاكل مختلفة. بس أنا دائما عندي سؤال، بعد هذا الابتكار مثلا شو بيكون مصيره؟ هل ممكن يعطى الفكرة لمصنع ينتج تجاريا، ينعمل منه شيء يستفيدوا منه الناس تسويقيا؟ دعم. شو دوركم بعد هذه المرحلة؟ شوفي، هي مش بس أن الواحد يكون عنده فكرة، هاي الفكرة لازم تكون قابلة للتطبيق على أرض الواقع. بالضبط. نعم، فإحنا دورنا برضه ما بينتهي فقط عند حد إنه يطبق الفكرة، هو برضه بدنا نشبكه مع الناس المعنيين بحيث يقدر، هو بالنهاية طالب فهو بحاجة إلى الدعم، سواء كان الدعم استشارات أو دعم مادي حتى، بحيث أنهم يقدروا يطبقوا. هم الحلو بمشروعهم إنه هو ينقسم إلى مراحل، يعني هو بينفع لطلاب مدارس يبدأ من الصف الرابع الخامس إلى طلاب الجامعة. أيوة. فهم هلأ بالمرحلة الابتدائية. الكيت نفسها والأدوات اللي صنعوها عنا بمختبر الفاب لاب في جامعة اليرموك باستخدام 3D printer، فهذا شيء جدا جميل، ولقدام إن شاء الله يعني لهم مستقبل. أكيد ما شاء الله. يعني من خلال وجودكم أيضا، يعني وجود مثل هذه المسابقات اللي بتحفز الشباب أيضا ريادة الأعمال وحاضنات الابتكار، دور مثل هاي المسابقة على تحفيز شبابنا على هذه الأمور وحتى يطوروا من نفسهم أكثر ويبتكروا أكثر ويكون هناك مشاريع مستقبلية قابلة للحياة وتكون أصلا يعني بالمستقبل إلها وجود على أرض الواقع. يعني دور مثل هذه المسابقة ستي بالتحفيز والدعم، يعني الفوز بمثل هيك المسابقات ما هو إلا تجسيد لدور الجامعة في دعم وتحفيز الطلبة. يعني أنا كطالب لما أشوف زميلي حصل على مراكز متقدمة، حصل على الدعم المادي، قدر أنه يطبق الأمور اللي بياخدها أكاديميا في الكتب على أرض الواقع، وبالعكس كمان وفرت له فرصة عمل، عمل البزنس الخاص فيه، أكيد هذا الشيء بيشجع الجميع أنه يحاول يستفيد من هذه المرحلة ولا ينتظر الدور والشغل حتى بعد ما يكمل دراسة، فهو يشتغل على حاله من الآن، هاي فرصته يشتغل على نفسه من الآن. وإحنا أبوابنا دائما مفتوحة للجميع، هو موضوع ريادة الأعمال لا ينحصر فقط على الأمور التكنولوجية. يعني إحنا بيجينا طلاب من الإرشاد النفسي، بيجينا طلاب من العلوم الإنسانية، هذا شيء كتير كويس طبعا. أكيد هذا لأنه هاي علوم أيضا وفيها ابتكار وفيها إبداع. يعني دائما نروح على فكرة أنه ناس مبدعة هي بالضرورة تكون علمية، لا، يعني الإبداع قد يكون بالشعر. صحيح. في الإرشاد النفسي زي ما أنت قلتي، في الكثير من الأمور. صحيح. فبرافو عليكم انكم عم تعملوا هاي المظله. احكي لك انا فخوره على كل احنا فخورين فيكم والله. الله يسعدك. الله يسعدك. شكرا جزيلا لك يا دكتوره على يعني وجودك. أهلا فيك. وعلى هذا الجهد اللي عم تبذلوه. وانا يعني بس توجهي كلمه لطلابك ولهالرواد اللي عندكم، وتشجعيهم على دخول سنة 2024 بذهنية ابتكارية. نعم، أنا لازم أجيتكم بواحد واحد على فكرة. شرفينا المرة الجاية كمان. الله يسعدك يا رب. طلابي، يعني أنا بكل المحاضرات بحكي لهم وبكل الأماكن اللي بشوف فيها طلابي بحكي لهم دائما إنه مركز الريادة والابتكار أنا بسميه مصنع لتصنيع الأفكار و محاولة تحويلها إلى منتج. فأنت فكرتك هي طريقك لحتى تبني مستقبلك. الفرص موجودة ولكن نحاول أنه نستغلها، ومش بس نستغل الفرص، هاي بكررها للمرة الثالثة، أنه نخلق الفرص بأيدينا لحتى نقدر نوصل للي بدنا إياه إن شاء الله. كمان يعني دوركم كبير دكتورة، أنه أنتم كمان موفرين مركز كامل متكامل، موفرين الهيئة التدريسية الأكاديمية وجمع تحية كمان حاضنة أعمال. عندكم كمان الأدوات
الخدمات اللي موجودة، فأنتم موفرين كل شيء، بس إن أعطينا بس تعال فكرتك وتفضل لعنا 100% وإن شاء الله بطلع إلى راضي. كل شكر لك ستي، مبروك على هذا الإنجاز الوطني، جامعة اليرموك أكيد، ولطلبتك وللهيئة التدريسية والأكاديمية والجامعة اليرموك، هذه الجمعية الريادية المتميزة على مستوى المملكة والمنطقة. يعني اليوم نشوف شبابنا رائعين مميزين، وقاعدين بنشوف أكثر وبنسمع أكثر كل يوم عن ريادة الأعمال، عن حاضنات الابتكار. قاعدين نشوف شبابنا الصغار حلوين مرتبين، عندهم مشاريع مستقبلية قابلة إنها تصير واقعية. بتمنى التوفيق للجميع ونشوفهم يعني بأحلى صورة بالمستقبل. يا رب إن شاء الله يا رب.